السلام عليكم يا رجاله. المكنه 500 اهي، الورقه في الدوبلكس تطلع كويس. البوابه دي شغاله اهي، البوابه شغاله تطلع في الدوبلكس كويس. لما تطلع بقى وش واحد تروح واقفه هنا كده، البوابه مفتوحه كل حاجه، تروح واقفه هنا كده تمام. بنين الحساس ده عميته لقيته شغال. الحساس ده بنبص في كل مكنه هنا مش طالع خالص كده، يعني المفروض ان الورقه بتطلع كده. الحساس اهو برضو مش شغال. لو بعمل دوبلكس الوش بيطلع كده ويخرج بره ويرجع تاني، وهي طالعه بقى في الوش التاني بتقف الوقفه دي اهي، دخلت جوه البوابه بتاعت اللي هي الخروج وقفت كده. الحساسات دلوقتي لو هي مش شغاله مش هتطلع الوش الاولاني، بتطلع خالص من السخان وبتعدي وبترجع وتروح واقفه. انا شاكك في الحساس ده، الحساس ده الدراع بتاعه قصير قوي، فده انا شاكك فيه، فعايز اطول الدراع بتاعه باي حاجه. صح كده ولا ايه؟ شك طلع في محله هندسه، الورقه طلعت اهي. لما انا لفيت بلاستر كده طولت الدراع شويه، الورقه طلعت اهي. اول مره تطلع ورقه من قلب البتاع بعد 3 ايام محاوله في المكنه دي. الحمد لله كده، هو الدراع ده كان قصير وكان عايز يطول بحق.